فاكره كويس قوي انه لما عملت اضراب عن الطعام كان في خطر امني عليا، انا ما كنتش خايفه من اي حاجه خالص الحقيقه اطلاق، يعني ده كان اختياري وقراري وانا عملته. الحاجه الوحيده اللي كانت قلقاني هو البيت، انه انا في مرحله مبكره، مرحله محتاجين فيها جدا بشكل كبير، مرحله بيحصل فيها تخبطات كتيره جدا، وجودي مهم وانا كمان لوحدي، انا سنجل مذر. وحتى لما كنت متجوزه كنت انا برضه مش شايفه القصه كلها من ايد وزت. احنا عندنا في المجتمع بتاعنا يعني الرجاله ما بيعرفوش يعملوا الحاجات دي، او ما بيحبوش يعملوها، او شايفين ان ده مش حقهم، فاحنا بنقوم بكل الحاجات بدرجه او باخرى. يعني أنا اعتقلت وأنا في ثالثة جامعة، أمي بعد ما خرجت كانت بتحاول تمنعني، أمي ست عادية جدا 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 زي كل الأمهات، خايفة عليكي؟ هي زي كل الستات طبعا بقت مرعوبة، فكرة إن بنت صغيرة تخش المنطقة، وقعدت كام شهر في سجن الأمطار ومش عارفة إيه وبتاع. فهي خرجت، لما خرجت كانت عاوزة تمنعني من إن أنا أنزل أشترك يعني مع العمل السياسي أو أشارك في مظاهرات أو كذا. فانا خدت منها موقف حاد جدا، ماشي، وصممت انه لا هنزل، مفيش حاجه هتمنعني. مشيت في كل طريق ابيض ومشيش فيه الحقيقه، عشان يعني ممكن ده يكون في اوقات دفعني اهتمام اكتر، دفعني حاجات انا ما كنتش عايزاها تحصل. بس مثلا كان في تنظيمات سياسيه في الجامعه وغيره وغيره، فانا بعدت عن التنظيم اللي هو فيه تماما، ودخلت حاجه تانية خالص. هو يصور برضه بس حاجه تانية مش معايا، وهو كان عنده موقف سياسي منه، وكان طول الوقت كنا البيت تحول في لحظه من اللحظات انه في خناقه دائمه ومتواصله بيني وبينه فيما يتعلق بالرؤى السياسيه للحاجات وحل الحاجات والمشاكل. في الحقيقه كمان انا ابويا صعيدي وامي ست من منطقه شعبيه، فالمحيط اصلا نفسه كمان كان رافض الفكره، كانوا طول الوقت شايفين انه ايه ده لبنان دوت، انتوا مش قادرين تسيطروا علينا، انتوا مش قادرين تعملوا. وفي الحقيقه اللي دافع عني تماما شخصي جدتي، اللي هي امي ست ما بقاش بتعرف تقرا وتكتب، بس كانت بالنسبه لي هي السند الاساسي. ابويا كان في موقف عظيم جدا في فكره انه لا انا مش همنعها، اتحمل نقد اجتماعي كتير جدا، واتحمل ضغوط كتيرة جدا، سواء كانت من أهله أو من أهل أمي أو من أمي نفسها. فاكرة إن أنا في أيام الثورة ما كنتش لاقي حضانة أودي فيها بنتي أبقى مطمنة عليها، غير الحضانات بتاعت إنه لو دخلت الحمام برجلك مش عارفة إيه هتلاقي عفاريت، مش هقدر اعمل كده، مش هحط ولادي في المكان ده. فكنت طول الوقت ببقى حريصه ان انا احطهم في اماكن مختلفه فيها امان، فيها رعايه، وفيها تفكير مختلف. بس انا كان احساسي انا كأم في حاجه كده بتبقى غريبه، عارفه صراع انت مش قادره اصلا تحسبيه لاني ناحيه. حتى لما كنت بقعد في البيت وكانت بتحصل حاجات في الميدان كنت ببقى مخنوقه جدا، وحاسه ان انا مش قادره اتنفس، وحاسه انه طب يا جماعه طب ايه المفروض يتعمل عشان خاطر انا ابقى مطمنه، اودي بنتي فين عشان ابقى مطمنه عليها وفي نفس الوقت قادره امارس دوري اللي انا عايزه في حياتي. وده في الحقيقه حصل فيه تعرضات كتيره جدا. فاكره كويس قوي كان جاي لي سفريه مهمه مؤتمر، وفرح كان عندها امتحان، وهي قالت لي انا مش هوداكي السفر، كانت لسه صغننه خالص، كانت تانيه ابتدائي او حاجه كده، فلغيت السفر. فانت طول الوقت اصلا بتقعد تسالي نفسك اسئله ليها علاقه هو انا اختياراتي هم هيدفعوا ثمنها، طول الوقت ده سؤال مطروح. تفكري في اوقات تقولي طب هو انا لو انا اخترت الطريق التاني هما كانوا هيحترموني؟ فلا. الجميل بقى في الموضوع ان انا شادي كان فيه هنا من كام يوم واتساب كان دعم لفلسطين، وهو في بنت تعرفه، فالبنت شغالة
اللايف بتاع الوقفة، فهو دخل بمنتهى الفخر قال لها جو.